يقول راج الخالق هو الأمين وافقي حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين الأنام والورى فالله ربي أسأل إتمام ما أؤمن أسماؤه الشريفة عديدة منيفة قد جاء في القرآن عن الإله اسمان أشهرها محمد وجاء أيضا أحمد وجاء في الصحاح الحاشر والماحي والعاقب المقفي بما مضى نستكفي ومولد الرسول وافق عام الفيل في مكة المكرمة في أسرة معظمة هو ابن عبد الله القرشي ذي الجاه جده عبد المطلب ذو حسب وذو نسب آمنة أم النبي وبنت وهب النسب تكفلت بنشأته من بعد موت والده مرضعه الزكية حليمة السعدية ترعرع الصبي الطاهر الزكي عند أفاضل العرب في بني سعد ونجب نبينا رعى الغنم كالأنبياء في الأمم وبينما وهو صبي في رعيه واللعب إذا هو بالملك فشق صدره الزكي أخرج منه قلبه بزمزم طهره وبعدما نقاه بحكمة حشاه أتى حليمة الخبر من كل طفل قد حضر وكلهم قد نقل قال محمد قد قتل وحين عاد أخبر بما رأى وما جرى فانزعجت حليمة من هذه العظيمة وردت الصبية لأمه رضيا وراح للمدينة مع أمه أمينة إلى بني النجار أخواله الأخيار أخواله من النسب من أم عبد المطلب وفي طريق عودته لبيته وبلدته أجهش بالبكاء في قرية الأبواء فاجعة قد باتت إذ أمه قد ماتت وبعدها اليتيم كافله الرحيم الجد عبد المطلب ذو المجد في أرض العرب وقدر الإله وفاة من رعاه فانتقلت إلى أبي طالب الشهم الأبي كفالة اليتيم نبينا العظيم فضمه لأسرته وجد في رعايته مع عمه الهمام قد سافرا للشام في رحلة الصيف التي تكون للتجارة وفي الطريق أقبل بالبشر ثم قابل بحيرة الإمام الراهب الهمام فعرف النبي لما رأى الصبي وقال اسمعوني في الحال لا تعصوني لا تدخلوا للشام بسيد الأنام أخشى إذا يرونه بالغدر يقتلونه فرده لبلدته عمه عند خشيته وبعد أن تكامل شبابه واكتمل تزوج النبي الطاهر النقي خديجة العفيفة المرأة الشريفة لصدقه وعفته وذاك قبل بعثته وأحسن التجارة الحرة المختارة وبعد خمس ثبتت مع الثلاثين أتت شارك قومه البنا في كعبة وأتمنا بوضع ذاك الحجر الأسود المطهر وبعد الأربعين من سنه يقينا نبينا كعادته في الغار مع عبادته إذ جاءه جبريل بأمره يقول اقرأ كما في الخبر الصادق المشتهر فأخبر بما جرى خديجة المطهرة وما رآه وسمع وكيف خاف وفزع فهدأت من روعه وذكرت بفضله والله لا يخزيك والله يجتابيك تصدق في الكلام مع صلة الأرحام وتكرم الضيوف وتسعف الملهوف وتكسب المعدوم فالخوف لن يدوم واصطحبته زوجه لعاقبه
عالم تعرفه هو ابن عمها الولي وارقة ابن نوفلي فقال ما الذي ترى يا ابن أخي وما جرى حدثني بالأخبار وما جرى في الغار فحين قص ما جرى قال له وأخبر ذاك الملاك المرسل لموسى كان ينزل يا ليتني أدركك إذ يخرجوك قومك قال أمخرجيا من بلدة الزكية قال فإن من أتى بمثل هذا يا فتى فإنه قد أذي في دينه وعودي أول من آمن به زوجته مع صاحبه وزيد الولي علي الصبي بلال الرقيق أعتقه الصديق وثلة قد بشروا بجنة وأخبروا في دعوة سرية ولم تكن جهرية وبعدها قد أمر لقومه أن ينذر فاجتمعوا على الصفا واستمعوا للمصطفى فقال يا عشيرتي جميعكم حتى ابنتي لأغن عنكم فاعبدوا إلهكم ووحدوا فسبه أبو لهب لأجل ذلك السبب تبت يدا أبي لهب سيصلى في النار اللهب وأهل مكة كذبوا نبيهم وعذبوا قوما ضعافا أسلموا لكنهم لم يسلموا فهاجروا للحبشة من بعد أن تفاحش عذابهم وازداد والله قد أراد عند النجاشي سكنوا بلاده وأمنوا وبعد إسلام عمر وحمزة أتى الظفر إذ أصبحوا أعزة مع عمر وحمزة وبعدها انشق القمر فقالوا سحر مستمر وحاولوا مرارا أن يقتلوا المختار وأعلنوا العداء لمن أبى الولاء وحاصروا النبي الطاهر الرضي مع قومه في الشعب في شدة وكرب لمدة وانتقض عهدهم وقوض وفيه مات عمه وبعده زوجته نبينا تنقل بين الورى كي ينقل في الناس ما قد أمر بنشره بين الورى حتى أتى ثقيفا فكذبوا الشريف وجاء جن أسلموا لربهم وسلموا وبعدها قد أسري به فلاق الأنبياء ثم عروج للسماء وربه قد كلم ثم الصلاة افترضت في اليوم خمس ثبتت وبعد ذاك انتقل إلى منى وقابل وفدا من الأنصار لبيعة المختار لينصر النبي في طيبة الأبية فجاء أمر الهجرة لكل من ذي قدرة واستأخر الصديق المشفق الرافيق لصحبة المختار في سائر الأسفار تصاحبا في الهجرة ليعلي الله قدره نبينا المختار قابله الأنصار بالبشر والسرور والحب والحبور أول شيء قد فعل نبينا لما وصل بناؤه قباء فأحكم البناء ثم بناء مسجد خير الورى محمد منزله في الطرف بالحجرات تعرف وآخ بين إخوة مهاجرين صفوة وإخوة أنصار صحابة أخيار وبعدها قد دخل بعائشة المفضلة وعهد اليهود واستوثق العهود فرض الصيام قد أتى مع الزكاة يا فتى ثم الأذان شرع والخمر أيضا منع تحولوا للقبلة أعني تجاه الكعبة بقية الأحكام في سائر الأعوام زوجاته 11 فيما رووه واشتهر خديجة فسودة عائشة فحفصة وزينب ورملة ميمونة صفية وهند أما التالية زوجته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جحش زينب أولاده فسبعة بناته أربعة فزينب في الأول وأم كلثم تلي رقية وبعدها فاطمة ختامها أما الذكور إنهم فقاسم أولهم وعبد الله الطاهر مع إبراهيم أذكر قد ماتوا في حياته فاطمة من بعده غزواته فيما ذكر وما رووه واشتهر غزوة بدر وانتصر فيها النبي وانكسر جيش لأهل مكة في رمضان دكه وبعدها الجيش انهزم في أحد وما سلم جل الرماة نزلوا وأمره ممتثلوا فكانت الهزيمة
شديدة أليمة أتت بنو النضير بالعمل الحقير وهم بالغدر كما عن قومهم قد علم نبينا أجلاهم للشام قد نفاهم وبعدها الأحزاب في سعيهم قد خابوا وأبصروا المدينة بخندق حصينة وجيشهم تراجع بالريح والرعب معا قد نقضت قريضة عهودها العريضة إذ حالفوا الأحزاب وجانبوا الصواب فقتلوا لغدرهم وخبثهم ومكرهم وبعدها الحديبية فكان صلحا قاضيا بنوده قد شهرت وبالعهود سطرت وبعدها فخيبر قد خربت واندحروا وخانت اليهود وضاعت العهود وبعدها في مكة فتح عظيم أثبت أبيح للمختار وقتا من النهار وجاء جيش الله يذل كل آله وفي حنين قد ظفر جيش النبي وانكسر والنصر جاء بعدما أوشك أن ينهزم آخرها فأثبت غزوة جيش العسرة إلى تبوك سارا يطهر الديار وبعدها الوداع في حجة تذاع أحداثها قد شهرت وفي الحديث ذكرت اليوم أكملت لكم بها تمام دينكم في عامه الحادي عشر في يومه الثاني عشر وفي ربيع الأول وفاة خير الرسل أظلمت المدينة وأصبحت حزينة وقد بكى الجميع وانهالت الدموع لفقد ذاك الهادي من شرف النوادي وبعدما قد كفنا نبينا قد دفنا في حجرة الصديقة عائشة الشافيقة وبويع الصديق الرجل الرفيق إذ كان أولى الأمة لمنصب آتم وتم ما نظمت في شان من أحببت المصطفى خير البشر محمد الشهم الأغر أرجو من الله العلي غفران كل الزلل ورؤية الرحيم ووجهه العظيم وصحبة النبي الطاهر الزكي يا رب صلي أبدا على النبي أحمد وآله وصحبه وتابع لهديه مغرد الحمام وسبح الأنام.